لا لا، لازم وقفها لآرتي هلأ هلأ. بظن انك شفتي الحكيم يلي ساولنا العرس بدلهي. ايه بالإذن منكن. ايه حكيته بعد الظهر، كان المفروض يجي بس يبدو إجا شوية شغل. خالتي لوين رايحة؟ ابني رايحة شوفها لآرتي. ماشي. أنا متأكدة يا ست أربيتا إنه هاد الشي اللي عم أعمله شي صح. أنا مو حابة أخذ محلك ولا بقدر أصلاً أخده، بس مشان أقدر أكسب قلب بالك وبيال وأقدر خليهم يحبوني شوي ويتعودوا علي، لازم ورجيهم إني بشبهك كتير، بس بدي يعاملوني كأني أمهم وما بدي شي من الدنيا أكتر من هيك. مين؟ آرتي؟ أنا بنتي. ماما؟ خير ماما؟ آرتي في وقت لسه، فكري، حاولي تغيري رأيك. قرارك بإنك تكوني أربيتا خطير، بنتي عواقب هالقصة رح تكون خطيرة كتير عليك. ماما فكرت بهالشي وأخذت قراري بالقصة. من الصبح لهلأ الشغلات اللي عملتها أنا كانت تعملها أربيتا وكلهم هون مبسوطين. ما بقدر أوصف لك قديش بالك كانت مبسوطة. ماما هاليوم رح يخلي علاقتي ممتازة مع بناتي. وبذكرك ماما بعيد ميلاد بالاك هذا اللي عم يصير هلأ رح تشوفي ولادة جديدة لعلاقة أم ببناتها. بلاك كتير حلو هالجاتو، قطعي يلا. مو هلأ، بعد شوي. شو بلاك؟ انتي عم تستني شي حدا؟ ايه بابا، ماما الجديرة جاية وجايبتلي مفاجأة حلوة معها. شو بهالشو قصتك؟ بشو شاردي انتي؟ ليش قلقانة كتير هيك؟ وآرتي وينها؟ الضيوف كلهم اجوا وهي ما اجت، شو عم تعمل؟ هي عم تلبس هلأ بتجي. أنا هون.
بعرف إنك معي ست أربيتا، ولكون صريحة أنا حابة تدعميني كتير باللي عم أعمله اليوم، مشان هيك قررت إني أحضر الحفلة بتيابك. سيد راج، كيفك؟ شكرا الحمد لله. شو خلصتوا هداك الشغل؟ ايه خلصنا. بعتقد انه القصة اعذرني. ماشي. هلا كل الاكل صار جاهز، بس الاولاد ما بينبسطوا بلا جاتو شوكولا. هاد مزبوط، معك حق. انا متاكد انك ما فكرتي بحالك، لهيك اضطريت اني هاد جيبه مشانك، لازم تلبسيه على الحفله المساء. كيف لقيتي؟ حلو كتير، شكرا. ايدي شوكولا، وقال كنت لبسته هلا. مو معقول هالطعمه، شو بتشبه طعمه كعكات اربيتا؟ ألو؟ ألو نعم. معك سينديا. أهلين. ياش سينديا، أنا وصيت على كعكة شوكولا. فيني أعرف مين اللي عملها؟ لو سمحت. أستاذ أنت وصيت على كعكة شوكولا، بس بعدين حدا من بيتك اتصل فينا ولغى هذا الطلب. شكرا. العفو. ملغي؟ طيب مين يلي عملها؟ ايه شوفي شو طالعين حلوين. رح اسال مرت اخي. هالحفله مميزه كثير. مرت اخي كعكه الشوكولا. يا فيدي ماما عم تناديكي انت وبرديه، بدها تعرفكن على المدام مازودار. طيب هلا برجع سيلفي. امشي. شبك ابني، انت مو على بعضك. حدا من البيت لغى طلبية كعكات الشوكولا وراحوا عملون هون، تماما مثل ما كانت تعملون اربيتا. كيف ممكن يقدر يعملون شخص مثل ما كانت تعملون اربيتا؟ بعد شوي. جدو بلاك معلش قطعي، الولاد عم يستنوكي. لا يا جدي.